يساعد والده أو أسرته بالطريقة اللي هو بيشوفها أو في حدود إمكانياته. في حكاية على الإنترنت حصلت، تدخل تلاقي أرخص إعلان في التاريخ، حكاية بسيطة جدا، هتلاقي إعلان كده ما تبقاش فاهم هو إيه، هو ليه معمول كده. ببساطة أب فتح كافيه وقال لبنته اللي بتدرس إعلام، يا ستي اعملي لنا إعلان على الإنترنت عشان الزباين تيجي. دماغها يعني راح وجه وراح وجه، وسألت على البادجت أو الميزانية، لقيت إنه مفيش حاجة، فقررت إنها تتصرف بسرعة، تتصرف وتقلد إعلانات زمان بس بطريقة كوميدية. يعني هو الغرض من الموضوع كان نفسها مثلا 1000 شخص ولا حاجة يشوفوا الإعلان في منطقة 6 أكتوبر، فمن 1000 ده يمكن 200 يروحوا الكافيتيريا عند باباها تبقى قضيت، لأنه هي يعني ده آخرها. هي عملت الإعلان وحقق مشاهدات رهيبة، لأنه كل اللي بيتفرجوا حاسوا أنهم متعاطفين جدا معاها وشركاء إن هم ينجحوا مشروع والدها. طريقة جديدة في الإعلانات. صباح الخير، إزيكم؟ بابايا كان عايزني أعمل له إعلان ومديني تكلفة ما تكفيش، حتى يعني ما تكفيش حاجة تجيب سندوتش فراخ بالعافية. اتخانق معايا وقال لي لازم تعملي لي إعلان، يعني وشمعنى أنا ومش شمعنى أنا وكده. طبعا رضا الأب واجب، وأنا رايحة دلوقتي أعمل له إعلان في عز الجو الوحش ده. راح أعملك إعلان يا بابا. دلوقتي أنا روحت الكافيه عند بابا، وصلت وما لقيتش مودلز، جبت له اختيروان تنفع عادي. دلوقتي بقى شوفوا الإعلان ده وقولوا لنا رأيكم فيه، ولو حلو اعملوا شير كتير. يلا جاهزين؟ 3 2 1. أسمرة، إنه الكافيه المثالي، كافيه الأحلام، يذهبه الصغير، اطلعي، والكبير أيضا، توجد لدينا زينة مميزة، وأيضا شجرات الكريسماس. انظروا، هذا أبي، هذا أبي، إنه مالك الكافيه. توجد لدينا أيضا الزهور، الكثير من الزهور. تن 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 تن. لدينا حمامات للنساء، حمامات في غاية النظافة، وحمامات للرجال، وأيضا في غاية النظافة. تن 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 تن. تن 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 تن. أسمرة كافيه، لو عايز تاكل أسمرة كافيه، لو عايز تشرب أسمرة كافيه. أهلا يا أميرة، الإعلان العظيم ده. أهلا يا أميرة، أهلا، اتفضل. الإعلان كسر الدنيا، ما توقعتش يعني بصراحة. الفيديو تحتيه قالك إيه؟ أرخص إعلان إيه التايتل بتاع الفيديو؟ إعلان، إحنا بنقول عملت له إعلان على قد ميزانيته. لا بس في اليوتيوب ما له اسم تاني. 10 جنيه. الإعلان 10 جنيه، من غير فلوس، بس أنا قلت كده عشان يعني أسوق لنفسي برضه. انا حطيته كده ونمت، بس ما اعرفش اللي حصل المصري. ايوه، انت عملتيه كده بقى يعني كنت بتفكري في ايه؟ هو بابا كان عايز يعمل اعلان عشان ما حدش كان بيعبرنا ولا بيجي، هو اصلا في حته فاضيه، فاللي هو بقى ايه، فتحناه وهو حط جديده حط فلوسه كلها فيه. قلت له يا بابا يعني هو حط فلوسه فيه وحط ما عمله، قال لي اعملي لي اعلان الناس هتيجي. هو توسم ان انا هجيب له 2 بكاميرات يعملوا له اعلان حلو وشغل بقى واضواء ومزيكا وكده، ده اللي مفكره. بس هو لو عملت له فيديو زي كده هيتحط، هياخد 1000 فيو مثلا، ممكن ما حدش يشوفه اصلا، ده اعلان عادي. ده وهيكلف كام؟ كان هياخد 7000. انا سالت بالمونتاج بال 7000 جنيه ارخص حاجه كده يعني. فقلت له، قلت ليه على ايه يعني، هم هيجيبوا اليافطه والاكل والشرب، احنا بنقدم حلويات يعني. رحت بقى خدت الموبايل وخدت روان عشان تبقى هي تظهر. انا مش روان، هي دي اختك اللي طالعه الموديل بقى. يعني دي الموديل اللي في الاعلان. اهلا يا روان. اهلا. بس خدتها وانا كنت قاعده كده بفكر فاعمل ايه اعمل ايه، فانا جت الفكره شفتها كده زي فيلم يعني فيلم صغير قدامي وانا سرحانه، فقلت بس انا هعمل كده واحطه على الاقل اصحابي اكتر يعني هيشوفوه هيفتحوا الفيديو على الاقل. لا، هي الفكره الاصليه ان انت اشركتي الناس في الورطه،
انه بابا عايز نعمل اعلان وانا مش معايا ميزانيه، فحكيت الحدوته، فاللي بيتفرج بقى بيتفرج وهو متعاطف. ايوه عشان بقى اقول لهم ايه، انا اقول لهم انا مخرجه الناس تفوا في وشي يعني محدش هيشوفه. بس فرحت حكيت لهم الموضوع عشان محدش يستهزئ بالاعلان بتاعي. بس خدت بقى الروان ورحنا. فانا بقى ايه بفتكر انا شو الاعلانات بتعمل ايه، بتجيب اليافطه. رحت فقلت اسمره كافيه، فانا مش لاقي حاجه اقولها، فقلت الكافيه المثالي، كافيه الاحلام، يعني اي كلام اللي جه في دماغي. بعد كده قلت ايه، طبعا هيبقى فاضي، انا مكسوفه صبره فاضي يعني، لازم احط فيه رجل. عندي اخويا صغير طلع ما يطلع، صورته وهو طالع. فارون بقى ولا ارون اطلعي، فاطلع تقرون اطلعي يلا عشان اصورك يلا. فبقول يلا عشان اصور اطلع. فرحت بقى ايه وانا بقولها اطلعي، فالكلمه طلعت بس سبتها ما عملتهاش مونتاج. عادي عادي. طلع روان، طلع ذهبه الصغير وذهبه الكبير. بعد كده ايه وانا بقى بصور المكان، قلت ما انا كده لو نزلت موسيقى هيبقى في كوبي رايت، طب انا ممكن الفيديو ما اتحطش وانا بقى كده تعبت على الفاضي. فعملتها ببقي اللي هو ايه طن 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 كده طن طن، قعدت اعمل له حركات وكده عشان ما يبقاش صامت ويزهق الناس. فبابا وانا بصور كل شويه، اميره صور الحمام، اصور الحمام حلو. طيب بابا ماشي هصور الكراسي، لا الحمام الحمام. فصورته صورت له الحمام اللي هو عايزه. اميره انت مجرمه يا اميره. يعني على فكره هو كان ممكن يتضايق في الاول، هو انت كده اي كلام بتعملي اي كلام. لا خليني ارحب بصاحب اسمره كافيه. اهلا بحضرتك. قولي ان انت اول ما شفت اللي عملته ده قلت انت بتتريق علينا. انا فعلا كده، انا اول ما شفت المادة اللي عملها قلت ده مادة كلها تهريج ومش هتقنع حد بيه، لكن الحمد لله يعني جابت حد. لا ده انا شفت ناس كاتبه انه يعني يا جماعة احنا ممكن نكلف لكم اعلان، يعني الناس بقى بتتطوع ان هي ان انتوا تعملوا اعلان بقى كما يجب يعني. ايوه في ناس بعتت لنا اغاني تتر، وفي شركات دعاية اعلان قالت لنا انا عايزين نعمل لكم دعاية للمكان حلوة، وفي ناس تانية قالوا احنا هنجيب ممثلين ويجوا كده وحاجات كتير، يعني ممكن هم يعملوا لنا اعلان بقى حلو قوي بقى. بس انت درستي اعلام صح؟ انت خريجه كام يا اميره؟ 2018 السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت لانج يعني، اشتغلتي ولا لسه؟ هو انا شغاله دلوقتي يعني بعمل تقارير لايت في الشارع مع الناس في موقع اسمه مبتدأ. موقع مبتدأ. احكي لي عن الفيديو لما جم لما جيتوا تنفذوه. وانا مش عارفه يعني، اميره جت قالت لي تعالي انزلي نعمل فيديو في الكافيه، قالت لي تعالي ننزل نعمل فيديو في الكافيه وكده. فانا قلت انزل ما عايز يعني. بس انتي اصغر منها بقد ايه؟ 7 سنين. 8. طيب طيب ايه اغرب تعليق جالك يا اميره؟ انا صحيت اصلا، هو اغرب تعليق جالي ان انا الفيديو اول ما اتحط انا نمت كنت نايمه، وبعد كده صحيت فببص في الموبايل لقيت 800 وحاجه الف فيو. فبقول اكيد انا كان عندي 205 بس على تويتر واحد بس، فلقيت 800 وحاجه الف، ازاي جم وانا عندي 200؟ قعدت مستغربه كده اقول ايه ده، يعني تنحت كده. رحت الشغل قلت لهم ايه ده، في ايه ده؟ قالوا لي يا بنتي ده حد حاطط اللينك بتاع الفيديو على موقع بيزود لايكات. قلت لهم ممكن. فانا بقى قاعده كل ده ان هو فيك، ببص على الفيديوهات والفولورز بيزيدوا والعدد بيطلع قدامي كده بطريقه سريعه. انا قاعده عامله كده بس ايه ده، يعني ايه ده. عمل عظيم، الاعلان عظيم يا اميره. ها بالظبط، لقيت بقى العرب بيكتبوا، معظمهم بقى عرب جدا، بيقولوا ايه كافيه واحد يجمع العرب، احنا هنيجي مصر، اسمره بقى معلم سياحي. انا هما بيتكلموا على الكافيه بتاعي علي انا، طب في حاجه حاضه حتى حاجه؟ ما لقيتش. بكتب كده قلت طب انا هشوف، بكتب على جوجل لقيت كذا موقع منزل. انا عامله كده، هو ايه ده، انا طلعت عظيمه وانا شاغله بالي ايه ده. ف يعني هو كان اسلوب يعني اتفاجئت. بقى عندك كام فولور بعد الاعلان ده؟ انا كان عندي 205 واحد، بقى عندي حوالي 43,000 على تويتر، وانا كنت عاملاه من شهرين مثلا. ماليش في تويتر، انا رميته كده ونمت بس. والفيسبوك بقى عندي حاجه و50,000 فولور، وانستغرام برضو عندي حاجه و30,000. اميره صاحبه اغرب او ارخص اعلان اتعمل في 2019. اميره المغرب. ميرسي.
والله انا اخر حلقه انا عندي احساس ان انا هطلع من الحلقه قرار ايقاف برنامج ابراهيم فايق والكابتن رضا عبد العال. ففكره السيطره عليه في حد ذاتها بالنسبه لي انا ببقى قلقان. اكتر حاجه بتخليني دايما فخور بيه ابويا عمره ما شافني قدامه على الشاشه. انا اشتغلت في كل المجلات والصحف اللي ما كانش حد بيشتريها، وراهن استغفر الله العظيم بجد ان هو يعني في استغفار فظيع. يعني انت مجموع اللغات عندك بعافيه شويه، فاحتمال كبير ما تلحقش. فقلت لهم يبقى زي ما بابا ما قال تجاره خارجيه. علقوا معايا وانا بقول لكم هنكسب كلنا. تيك قاطعين التقرير من غير ما يرجعوا لي. الحقيقه ان المشاهد طول الوقت هو الاهم، هو فعلا نمبر 1، هو فعلا رقم 1.